معنا هاتفيا أمين سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى سنبل، مرحبا بك. هل تتفق مع ما ذهب إليه معهد واشنطن بأن كل ما يحدث في العراق يدل اليوم على أن الديمقراطية قد أخفقت في العراق؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. وحياك الله أخي الكريم. لا وجود لمعنى الديمقراطية الحقيقي في العراق، وهذا أصبح واضحا للعيان ولكل متابعي الشأن العراقي، فعمليات التزوير وما قدر من تصريحات رسمية من مسؤولين شاركوا في الانتخابات أكدوا بأن لا وجود لمعنى الديمقراطية في العراق مطلقا، وإنما هي عملية صورية يراد منها ذر الرمادي في العيون وخداع العالم بأن هناك عملية سياسية تسير وفق نهج ديمقراطي، وهذا الشيء أصبح واضح بأن عمليات التزوير وعمليات بيع المناصب وبيع مقاعد البرلمان وما ظهر من فضائح كثيرة على الفضائيات حول هذا الشيء يدل على أن لا وجود لأي عملية ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعب العراقي وتعبر عن إرادة المواطن العراقي في ظل الاحتلال المزدوج وفي ظل حكومة ينصرها الفساد. نعم. أو حكومات متعاقبة ينصرها الفساد منذ 15 عام. طيب الآن شيخ يحيى، محافظة البصرة ذكرت أن مسودة الموازنة المقبلة لعام 2019 هي مجحفة للبصرة وستلغي مشروعات خدمية. إلى ما ترجع تعامل الحكومة في بغداد مع البصرة، وهل هي سياسة عقابية لأهالي البصرة المنتفضين؟ هو حتما أن ما جرى من تدمير لكافة البنى التحتية في محافظة البصرة التي هي واحدة من بقية المحافظات العراقية التي شهدت عمليات التخريب على البنى التحتية من مشاريع المياه الصافية والكهرباء والجسور والطرقات، فحتما أن الحكومات طوال 15 عاما لم تستطع أبدا أن تنجح حتى في ملف الخدمات على أن تقوم به الآن، فهي لا يمكن أبدا في ظل مشاريع الفساد وفي ظل عملية النهب المتواصل ثروات المحافظة لا يمكن أن تقدم أي شيء من هذه المشاريع التي يمكن أن تطمئن المواطن بأن هذه الحكومة سوف تقوم بتوفير أبسط مقومات الحياة لهم. لذلك الأموال موجودة، ولكن حيتان الفساد التي تتلقف هذه الأموال، فالمشروع الذي كلفته 200 مليون دولار مثلا يقدر بمليارين. نعم. فهذه هي العملية التي لا يمكن أن تجعل هناك نهضة حقيقية على في المجال الخدمي سواء في البصرة أو في غيرها، لذلك المواطن البصري غير مطمئن، إضافة إلى الإجحاف في أرقام هذه المحافظات. نعم. سواء في البصرة أو غيرها، مما يدل على أن هذه الأرقام غير كافية مطلقا في إقامة مشاريع خدمية في مركز المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها. من أجل ذلك اللجنة القانونية في البصرة حذرت ممن يسمون بشيوخ الدمج الذين باتت أحزاب تلجأ إليهم لأغراض تتعلق طبعا بمصالح انتخابية ومحاولات لتقويض الغضب الشعبي. ما تفسيرك لهذه الظاهرة ما تسمى بشيوخ الدمج؟ حقيقة هذه تستخدمها الحكومات الهزيلة والضعيفة من أجل تكميم الأفواه أولا، ومن أجل عزل الشيوخ الحقيقيين الذين وقفوا إلى جانب أبناء عشائرهم في مطالبة بحقوقهم. لذلك هؤلاء الشيوخ الجدد أو شيوخ الدمج يراد منهم أن يتصدروا المشهد
بإلغاء دور الشيوخ الحقيقيين الذين وقفوا إلى جانب أبناء محافظتهم في المطالبة بحقوقهم، وتلجأ لهم هذه الأحزاب والحركات والميليشيات وتقديم الدعم أيضا لهم في سبيل الحفاظ على مسيرتهم السياسية في هذه المحافظة والسيطرة على مقدراتها. فهذا المشروع شيوخ الدمج استخدمه الاحتلال البريطاني في العشرينات، واستخدم في مراحل كثيرة في تأريخ العراق وتأريخ دول المنطقة. الآن إذن ما تأثير تصدر مثل هؤلاء القيادات العشائرية للمشهد مع الأنباء عن ارتكابهم جرائم فساد؟ حتما هؤلاء يكلفون بما تقوم به هذه الميليشيات أو الأحزاب من أمور لإثارة الشغب وعدم الالتفات إلى مطالب الشعب وإشغال المحافظة والشعب بأمور جانبية كالعداوات والثأر بين العشائر أو إثارة المشاكل بين العشائر أو الأسر في سواء في محافظة البصرة أو المحافظات الأخرى. وهذا هؤلاء الشيوخ هم مكشوفين بالنسبة لأبناء الشعب، ولكن ما أعطي الإمكانات لهم من قبل هذه الأحزاب جعلهم يتصدرون سواء على مستوى الإعلام أو مستوى الأحداث في البصرة، في وقت أن وجهاء البصرة الحقيقيين وشيوخها معروفين بمواقفهم. وهذا ما أذهل حقيقة حكومة الاحتلال بعد التظاهرات التي شهدتها البصرة والمطالبات التي قام بها الشعب لحقوقه ووقوف هؤلاء الشيوخ إلى أبناء محافظتهم في هذه المطالبة. نعم. لذلك لجأوا إلى هؤلاء الشيوخ أو إلى صناعة شيوخ الدمج في سبيل أن يتصدروا المشهد وإلغاء الدور أو تهديش الشيوخ الحقيقيين في محافظة البصرة، ولكن أعتقد بأن هذا سوف يعني لمرحلة معينة وغير قادرين على الاستمرار في هذا الطريق بسبب حالة التخريب الكامل للبنية التحتية في محافظة البصرة. أشكرك هاتفيا من أربيل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى سمول.